اهلا بيك اعزائي المشاهد في كل مكان في برنامجك المفضل صفحه جديده. شكرا للرب جدا لاجل انه مش بس انه نسمع رساله الرب لما نروح الكنيسه، وان كانت الكنيسه مهمه جماعه المؤمنين وحضور الرب، لكن كمان اشكر الرب لان في هذا الزمن بيستخدم وسائل عديده لوصول الرساله لكل بيت. يمكن تكون النهارده عنوان الحلقه مميز ومختلف ورغم كلام كتير وكلام مبارك، لكن خلينا أقول لك من البداية في عنواننا النهاردة هو إعلان يسوع المسيح. وعايز أشجعك النهاردة وانت بتسمع أنه رب يزورك بنور جديد. في آية بتقول في سفر المزامير إصحاح 36 ومزمور 36 بنورك نرى نورا. تقول لي يعني إيه النور؟ محتاج نور عشان أشوف النور؟ هو ده الإعلان اللي كده نتكلم عنه النهاردة. مش عايز أخد وقت طويل في مقدمة لأني عندنا كلام كبير وكتير، وأصلي بكل قلبي. وما يميز برنامج صفحة جديدة أنه غرضنا أن احنا نتواصل معاك، وهيظهر قدامك على الشاشة بعد لحظات التليفون بتاع البرنامج. أتمنى نكون بنتكلم معاك ونتواصل معاك ونصلي معاك ونوصل لك الرسالة ونشجعك. احنا كلنا عندنا ظروف مختلفة، واحنا موجودين في البرنامج بتاعنا ان احنا نساعدك، نقف جنبك. يمكن ما عندناش شيء، لكن عندنا اعظم اسم واعظم سلطان، هو يسوع المسيح اللي نصلي له ويتدخل ويستجيب في كل الظروف وفي كل التحديات. فرحانين جدا بحلقه جديده من البرنامج. معايا ضيوف كرام، مش ضيوف بصراحه، هم اصحاب مكان، وكل مره بنستمتع بصوت الرب من خلالهم. معايا رجل الله الجميل المبارك اخويا ماجد فتحي، يعني مش عارف، يعني الرب استخدمه في بلاد كتير واماكن كتير برساله خاصه بقلب ملتهب. اهلا بيك اخويا ماجد. اهلا بيك مايكل، مبسوط اكون معاك ومبسوطين نكون كلنا في حضره الرب، وبصلي ان الرب يخترق الاجواء ويلمس كل المشاهدين لمسه خاصه من الروح القدس. والبدله جميله، انا ما يعني بين قوسين يعني البدله جميله، وانت كلك جميل. رب يباركك، وبصلي بجد ان الرب يديلك رسائل تكون خاصه بالايام دي والزمن دي لشعب الرب اللي بيشوفونا في الحلقه بتاعت النهارده. امين، الرب يأيد الكلام بالقوه باسم يسوع المسيح. بنعمه الرب. كمان معانا مرنم جميل، شاب غالي واخ مبارك جميل، رب مستخدمه وبنحبه، اخويا نجيب نصف. اهلا بيك اخويا نجيب. اهلا بيك اخ مايكل، ومبسوط اكون معاكم ولكل مشاهدين صفحه جديده. مصدقين النهارده الرب يدينا حلقه عظيمه، ونشوف الرب باعلان جديد لكل المشاهدين ولكل اللي هيسمعنا النهارده باسم الرب يسوع. امين. واحنا مصدقين يا حبايب ان الرب عنده رساله وكلمه خاصه النهارده تكون اشراقه نور لحياتنا واعلان جديد لحياه كل واحد فينا. يعني دايما اتعودنا في البرنامج بندخل دياره بالحمد وبالتسبيح. تعالى استاذنك وانت في مكانك دلوقتي. انا عارف لنا، اشكر رب لاجل المتابعين الكسرين للبرنامج ومنتظرين الوقت ده. هدي نفسك خالص، شوف نفسك كانك في اجتماع، رنم معانا وصلي معانا وشاركنا واتحد معانا. تعال رنم ترنيمه جميله ونبدا بيها وقتنا الحلو مع اخونا نجيب، واحنا في روح العباده واحنا بنطلب حضور الرب ونسبح الرب ونعظم الرب
ونطلب أن الرب يخترق كاميرات ويخترق بيوت برسائل لينا الليلة. عارف اسم النجوم قايس عرض السماء، كفك وازن بحور، ده ما فيش زيك إله. وازاي ممكن اقول انك في يوم نسيتني؟ يا فاحص القلوب جابلني وخلقني، هستنى رب الإله، هستنى وعيني شايفة، هستنى رب الإله، هستنى وعيني شايفة. فاهم صمت المجروح، مختبر الأحزان، يشفي ويرد الروح ويغير الأزمان. وإزاي ممكن في يوم أشك في حبه ليا، أنسى خير وألوم حبيبي وفديا؟ هستنى رب الإله، هستنى وعيني شايفة، هستنى رب الإله، هستنى وعيني شايفة. زي النسور هجدد قوة، تديني نور وفرح ونصرة. زي النسور هجدد قوة، تديني نور وفرح ونصرة. زي النسور هجدد قوة، تديني نور وفرح ونصرة. هستنى رب الإله، هستنى وعيني شايفة. مجد للرب، لأنه الرب هو مصدر النور، وهو اللي بنستناه ويدينا النور اللي يسندنا. ومنساش واحنا بفتكر معاكم العنوان إعلان يسوع المسيح. مرة زمان إيليا كان هربان، كان تعبان، وفي يوم من الأيام لقى الرب بيقدم له وجبة وقال له إيه؟ قال له كل، أنا عايزك تاكل لأن مشوارك طويل، أكلة هتقضيك مشوار طويل. وأنا عايز أقول الإعلان الإلهي والمسيحي لما يتكشف ليك هي بتبقى عبارة عن أكلات تساعدك لرحلة ومشوار طويل حتى إن كان مشوار صعب. عشان كده وإنت النهاردة بتامع معانا الحلقة، أصلي بكل قلبي إنه النهاردة تكون وجبة مش لحشو في العقل ولا معلومة جديدة، لكن تكون ليك لمسة بإعلان شخصي يطعمك تكمل المشوار وانت فرحان ومسنود. النهاردة كمان يعني معانا ضيف كريم مبارك، أخويا حنا، يعني شاب جميل بيكرم الرب وبيخدم الرب في المناطق كمان اللي بيتحرك حواليها. يعني في رسالة ليك الكرازية، تعودنا في برنامج صفحة جديدة كل مرة ربي يبعت لنا رسالة شخصية اللي نفسه يتوب واللي نفسه يتغير. ربنا بيندع عليك وبيندع عليكي، وأنا مصدق ويا ما كلمونا ناس. أشكر الرب جدا بعد الحلقات في صفحة جديدة يقول أنا طلبت الرب وسلمت حياتي للرب في البرنامج وأنا بسمع رسالة الرب الخاصة
ليا. فانت بتسمع استاذنك استاذنك خليك مركز جدا، لانه مش اخويا اللي هيتكلم، لكن الرب اللي من خلاله هيتكلم ليك من خلال عظه كرازيه توصل بيك وليك رساله خاصه. اهلا بيك يا اخويا حمد. اهلا بيك يا اخويا مايكل، مبسوط اكون معاك ومع اخويا ماجد واخويا نجيب، واثقين ان الرب هيدينا حلقه مميزه جدا، وقت سماوي في اسم الرب يسوع. امين. اشجعك عزيزي المشاهد افتح كتابك معايا، والرب انا واثق ان هيديك رساله شخصيه ليك، ليك انت باسمك، عرفتك باسمك، انت لي، انت ملك الرب يسوع. افتح معايا الكتاب كده وتابع معايا، سفر الرؤيا صح 3 وآية 20 بيقول كلمه الله كده: انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. هكلمك في عجاله كده عشان اسيب وقت لاخواتي في 3 نقط بسرعه. حاله اللودوك الشقيه اول حاجه، حاله اللودوك الشقيه. الثانيه محبه الرب القويه. الثالثه توبه والرجوع عن الخطيه. حاله اللودوك الشقيه، الرب يسوع بيقول له كده لكنيسه اللودوكيين كده: انا عارف اعمالك انك لست بارد او حار. ايه بارد وايه حار؟ ايه بارد؟ ده الشخص الخاطي البعيد اللي عايش في كل البعد عن الرب يسوع ومديله ظهره، بيحب الخطيه، مش عايز يتوب عن الخطيه اللي عايش فيها، عايش لذاته وشهواته والعاداته الشريره اللي بيحبها، عايش في الكره البعيده بعد عن حضن ابوه. ده الخاطي البعيد. لكن كمان في نوع تاني، الحار، الحار المؤمن الحقيقي الطاقي اللي بيحب الرب، ده كاتب عنه الكتاب كده: حارين في الروح عابدين الرب، اللي بيخاف الرب في كل صغيره وكبيره. ده نوع وده نوع. لكن الرب يسوع بيقول في الكنيسه دي الرساله ليها: لست بارد او حار ولكنك فاتر. كلمه صعبه، فاتر، لا بارد ولا حار. يعني من الاخر كده ماسك العصايه من النص، يعني ساعه الرب وساعه القلب، ساعه الرب وساعه القلب، يعني من الاخر مره مع العالم ومره مع الرب. ولا ده ينفع ولا ده ينفع. الرب قال لهم كده على لسان ايليا: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه. ما ينفعش، ما ينفعش، لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لا اما الله والمال، ولا يمكن اي حد يجمع بين محبتين، محبه الله ومحبه العالم. لا اما لله 100% لا اما للعالم 100%. ما ينفعش، ما ينفعش اعيش لله وللعالم. الرب يسوع بيقول عن بيقول عنه كده الشخص الفاتر ده: انا مزمع ان اتقيأك من فم. حاجه صعبه خالص، الرب معدته بتتعب من الطعمين والشكلين والريحتين، مش بيحب كده، بيحبني اكون معاه بكل قلبي، ما بيحبش الزن الروحي. يعني زن الروحي يعني بيبعد عنه، يعني في الهه غريبه في حياتي، يعني مش هو الاول. من الاخر كده مش هو الاول في الحياه، في اختيارات وفي اولويات اكتر من الرب. الرب بيعتب عليا في الحته دي: يا ريتك كنت بارد او حار، يا ريتك كنت بارد وما كنتش فاتر. ليه صفات الشخص اللودوكي ده؟ ايه بيقول كده عن نفسه؟ انا غني، انا غني، انا مش محتاج حاجه، انا عندي، عندي خيارات كثيره معدوده لسنين كثيره. يا نفسي كلي وافرحي واستريحي واشربي، لان لك خيارات كثيره لسنين كثيره. الرب يقول له: يا غبي، انت مش غني، انت غبي. وهيقول له تاني: انت فقير، اللي اعددته لمن يكون. كمان بيقول: انا قد استغنيت، مش محتاج حاجه، مش محتاج انسان، يدي ظهره للرب. يا ريته يدي ظهره للرب بس، انا اللي مضايقني زي اللي بيضايق الرب، انه ساعه في الكنيسه يرنم ويتعزى ويشبع ويطلع بره يشبع بالامور الغلط اللي ما تمجدش الرب، اللي ما تفرحش الرب. يعني كمان لو تعرض عليه خدمة وتعرض عليه خدمة يخدم. ممكن تكون بتخدم في قطاعات الكنيسة ليك سنين، ممكن تكون ابن أخ مؤمن ليك سنين، ممكن تكون عايش في الكنيسة أبا عن جد في الكنيسة، لكن مالكش علاقة بالمسيح. ممكن تكون مسيحي بالاسم لكن مالكش علاقة بالمسيح، يبقى أنت فاتر، لست حاجة لي إلى شيء ولا شخص. بيضره الرب يقول له: أنا غني، أنا مش محتاجك. بيقول الرب كده: أبعد عني وبمعرفة طرقك لا أصر، ماذا أنتفع من القدير؟ بيقول له كده. لكن كمان الرب يقول له حاجة غريبة، بيقول له: ولست تعلم، أتريه المسكين مش عارف، مخدوع. الرب بيقول لك: فوق، أنت مخدوع، إبليس يخدع، خصم يخدع، خادعك، بيضحك عليك،
فكرك ان انت مؤمن، بتقول نسأل كتير انت مؤمن، ايوه انا رايح السماء على حساب دم المسيح. وللاسف بيظهر في المواقف صوت يعقوب والايدين ايدين عيسو، صوت مؤمنين مرنمين مسبحين، لكن الافعال يعني بالبلد كده اسمع كلامك اسدد، اشوف امورك استعجب، ما ينطبقش الصوت مع الاعمال والافعال. يا ريتني كنت حار او بارد، رب بيقول لك كده. لكن كمان الرب بيقول له انت فقير، لان ان كان انسان معاه اموال كثير ليس حياته من امواله، وليس هو غنيا لله. يعني ايه غنى لله؟ يعني عيش للمسيح، ابني في ملكوت المسيح، اشوف الرب عايز مني وعيش له واكرمه واخدمه بحياتي واموري ووقتي واموالي وصحتي وشبابي، عيش للمسيح. فبيقول له انت فقير وانت عريان لان الخطيه بتعري. اوعى تكون فاكر انت مستور حتى لو لابس بدله حلوه ولا لابس، كان في انسان لابس البز والارجوان لكن انتهت حياته في الجحيم، كان عريان قدام الله لانه خاطي، الخطيه بتعري. فالرب بيقول له انت عريان وفقير وبائس، بائس حزين شقي، تحتاج الشفقه. الرب يسوع بيشفق عليك، محتاجك بيحبك، وهنعرف المحبه بعد كده بيحبك. وانت الشقي، حياتك كلها شقاء وتعب وحزن. ليه؟ لان انت الخطيه بتؤدي الى الحزن والالم والمرض. مفيش مره حسيت لما قعدت مع نفسك كده ولقيت ان انت حزين تعبان متالم؟ محدش حاسس بيك. مرات احس كده ان انا تعبان، اسال الرب يقول له ليه، اكيد هيقول لك الخطيه. وكمان فقير واعمى وعريان، الرب يقول لك تعالى. النقطه الثانيه اكلمك بسرعه عن محبه الرب القويه. بالرغم من حالتك الشقيه، حاله اللودوك الشقيه، لكن يسوع بيحبك محبه قويه، بيحبك. ودليل محبته محبه بلا شرط، بيحبك بلا شرط، بيحبك بلا سبب. فيك ايه يتحب؟ مفيش. فيا ايه انا يتحب؟ مفيش. هو حبني بلا سبب، احببني فضلا واحببني الى المنتهى، وحبني بلا حدود، بلا سبب بلا حدود. المحبه بنت على الصليب، لانه ليس لاحد حب انا اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه من اجل احبائه. ده إن كان الصالح ييسر أحد أن يموت لأجله. كم وكم ونحن بعد خطاه، مات المسيح من أجلي ومن أجلك عشان يديك حياة الأبدية، عشان تعرف أنت غالي، أنت غالي محبوب. أوعى تصدق إبليس يقول لك أنت رخيص. هو في حد غالي يعمل كده؟ هو في حد نظيف يعمل كده؟ أنت محبوب، أنت غالي. رب يسوع، شوف الرب يسوع بيقول لك إيه كده في نشيد 5:2، بيقول لك صوت حبيبي قارعا بيخبط عليه، بيقول لك افتحي لي يا أختي يا أخي يا حبيبي يا حمامتي يا وديع يا كاملتي. شايفك بلا عيب، يسوع شايفك بلا عيب بلا خطية، بالرغم من عملت ملايين خطايا، وأنا عملت أكتر منك ملايين خطايا، لكن شايفني بلا عيب وبلا شابه. يسوع بيحب، بيدور عليك مهما كنت فين، بيخبط عليك. طب لما ما اسمعش الصوت يمد ايده، حبيبي مد يده من الكوه، هو منتظر مصر عليك، يسوع مصر عليك مش هيسيبك لانه بيحبك. طب مد ايده من الكوه، مد يده من الكوه، تشوف ايه من ايديه على الصليب اللي سقبوا يدي ورجلي، ضربوني بالحربه، ضربوني على الصليب علشاني انا، حطوا في ايديك المسامير لاجلي انا، لاجلي. يسوع بيحبك، ما يحننش قلبك الصليب، ما يدوبش قلبك النهارده الصليب والجراح. المحبه اللي بلا سبب وبلا حدود، دفع المسيح ثمن كل خطيه على الصليب. بيحبك، بيدور عليك، مازال مصمم عليك، انت غالي. واقف على الباب، واقف هديله سنين بيخبط على قلبك، مش يوم ولا اتنين. عندك كم سنه؟ 30 20 40 50، بيخبط بقاله سنين ومصر لاخر نفس في حياتك، مصر عليك، مش هيسيبك. بس اسمع صوته بيخبط على باب قلبك، الباب القلب، نفسه يخش قلبك، يمحي الماضي ويغير المستقبل، يبني لك مستقبل جديد، يخليك خادم تشهد عنه، يغير بيتك وأولادك. البيوت اتملت ناس مجانين. المرأة الكنعانية قالت له ابنتي مجنونة جدا وأنا أولادي مجانين جدا. أولادك مجانين، تعال ليسوع وهو يجيبهم. يغير بيتك، مستقبلك، حالتك الاجتماعية، غير حالتك النفسية اللي تعبانة بتشكي، حدش حاسس بيك، يسوع بيحس بيك.
بعتنا مخصوص ليك النهاردة أنا وإخواتي عشان نقول لك الرب يسوع بيحس بيك، حتى وإن كنت فاتر، حتى وإن كنت مؤمن ضعيف بقالك سنين ما استمتعتش بالشركة معاه، يسوع بيحبك بيدور عليك. تعالى له النهاردة. الابن الضال كان شاطر حسبها، قال أنا كنت عند أبويا في محبة بلا حدود، عطاء مش منتظر مني حاجة، لكن في البعد محبة مصلحة. إبليس بيحبك عشان ياخد صحتك وعمرك وحياتك وأموالك ووقتك، لكن كمان حسب حياة تاني. هو كان في كرامة ببيت أبوه، وفي البعد والخطية مهان مهان. طيب وإيه تاني؟ حسب كمان أنه كان شبعان عند بيت أبوه. هتشبع هتشبع، لكن كان جعان في البعد. كمان الرب يسوع بيعرض عليك ثلاث حاجات سريعة سريعة، بيقول له أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى، البر الإله قدام الله، ولباس أبيض عشان تخفي العيوب بتاعتك، ستر وبر إلهي، وكمان كحل عشان تكحل عينيك، تمييز إلهي بالروح القدس. الرب يقدر يغيرك. أنا بشجعك النهاردة، أنا بشجعك تيجي للمسيح، تفتح قلبك ليه. يسوع بيدور عليك، يسوع نفسه تيجي في حضنه، تترمي في حضنه. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. يسوع مشتاق ليك، بيدور عليك بيدور عليك. أنت ضايع منه بقالك سنين، أنت الكنز بتاع يسوع. أوعى تنسى الكلمة دي، أنت الكنز بتاع يسوع، أنت الخروف الضال بتاع يسوع، بيحبك وبيدور عليك. رسالة تحذيرية أخويا أختي، أخاف الباب اللي عمال يخبط عليه رب يسوع ومنتظر ومترجي ومدد إيده ليك. بيقول كده في متى 25، وقد أغلق الباب والمستعدات دخلنا إلى العرس، والباب اتقفل، وجام العذارى الجاهلات يخبطوا على الباب ويقولوا افتح لنا يا سيد، فقال أنا لم أعرفكم قط. أخاف الفرصة تضيع منك، لسه عندك فرصة، لسه الباب مفتوح. خد قرار النهاردة، قرار الرجوع عن الخطية والتوبة للمسيح. مش هتخسر حياة بل هتكسب كل شيء، هتكسب نفسك وأبديتك وحياتك وعمرك. تيجي تصلي معايا النهاردة، تيجي تفتح قلبك للمسيح. أنا خلصت الرسالة، يسوع بيحب. غمض عينك معايا النهاردة وقول له يا رب أنا محتاجك، أنا رجع لك يا رب. ينفع تقبلني؟ ينفع تقبل واحد زي دي له سنين؟ يسوع جابلك، يسوع بيحبك، بيدور عليك. أنت غالي، أنت محبوب، أنت أغلى شيء عند المسيح، والدليل أنه مات لأجلك على الصليب. بص للصليب، بص للجراح، بص للألام، بص لدمه المسفوك لأجلك، بص لجنبه المفتوح لأجلك، بص للشوك اللي اتحط عليه، بص لساعات الظلمة اللي تألم فيها من الله الدين العادل لأجلك. بيحب. تعال للمسيح قول يا رب أنا جاي لك بخطاياي، يا رب أنا بتوب عند الصليب، باركة عندك يا رب، أنا بستخبى فيك، اقبلني غيرني يا رب، أنا رجع لك، رجع لي، خدني في حضنك، رجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان. يا رب نشكرك لأن أنت سمعت واستجاب لكل المجد. يلي مش لاقي لحياتك أي معنى، أيوة عايش بس عيشة طميمه، كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت. يلي مش لاقي لحياتك أي معنى، أيوة عايش بس عايشة بطعم موت، كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة، والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت، والألم باين عليك، والندم مالي عينيك، والألم باين عليك، والندم مالي عينيك. قم تعالى للي حبك، قم تعالى للمسيح، بص للي قدم
حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تساويش. بص للي قدم حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تساويش. صدقني ما تساويش يلي مش لاقي لحياتك أي معنى. أيوة عايش بس عايشة بطعم موت كل ما تفوق من جراحك تلقى طعنة والصراخ مكتوم في قلبك ماله صوت والألم باين عليك والندم مالي عينيك والألم باين عليك والندم مالي عينيك. قم تعالى للي أحبك قم تعالى للمسيح. بص للي قدم حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تساويش. بص للي قدم حياته عشان تعيش دي الحياة من غير إلهك ما تساويش. صدقني ما تساوي. أخويا وانت بتسمعني النهاردة يمكن حياتك عايشها بس عيشها بطعم موت. يمكن فقدت الرجاء في نفسك، يمكن تعبت من ظروفك، تعبت من مشاكلك، جبت اخرك، يمكن الخسارة بتلحقك في كل مكان، في شغل، في بيت، في سمعة، في ظروف، في صحة، خسائر متكررة، أزمات لن تتوقف. يمكن النهاردة أخويا حن وهو بيتكلم يمكن يكون جاوبك على سؤال مش لاقي له إجابة. يمكن بتسأل نفسك كل شوية هو الموضوع مش هيخلص من أزمات. بس كلام النهاردة أخويا حن من كلمة الله بتقولك إنه ربنا بيخبط على بابك من خلال الظروف حتى الصعبة بيخبط على بابك. وصدقني من خلال الإنقاذ بيخبط على بابك. لسه كنت في خدمة في مكان وأخ كده شاب ضخم جدا لقيته بيبكي بالدموع، دموع غزيرة جدا. وبعد ما خلصنا بقول له أخبارك إيه؟ قال أنا قررت أعيش للمسيح. قلت له مبروك. قلت له إيه اللي حصل معاك؟ قال لي ربنا سطر علي سنين طويلة وانا كنت بهرب منه. أتاري ربنا بينقذك مرات، ولو انقذك عديد من مرات اعرف ان ربنا بيندى عليك. اشكر رب جدا انه لسه بيخبط على بابك. انا نفسي عزيز المشاهد وانا مشغول بالروح القدس اعمل ده معاك قبل ما نبدأ حديثنا مع اخويا ماجد. انا نفسي وانت في مكان غمض عينك للحظة، لو شاعر ان الرب بيخبط على بابك حتى من خلال الظروف الصعبة أو حتى من خلال الإنقاذات اللي أنا ممكن ما أكونش بستاهلها، النهارده في فرصة تفتح باب قلبك يدخل ويتعشى معاك وتفرح بيه. يا رب بصلي لكل حد بيعدي بوقت صعب وكل حد مشتاق إنه يتغير وكل حد شاعر بالجميل بالإنقاذ والسترة الإلهية في مواقف كتير. يا رب صوتك لينا انك بتخبط على ابوابنا. اعلن يدك المسكوبه لكل قلب وكل شخص بيشوفك الان، وتكون الليله فتحه قلب جديده يا رب لكل حبايبك اللي بيشاهدونا واللي حتى يشوفونا بعد كده على الفيسبوك او على الصفحه او على القناه. يا رب يا رب بصدق ان قلب ناس كتير يتفتح،
من خلال معاملاتك الحلوة بالروح القدس. منتظرينك ولا خاب منتظروك لكل المجد. أمين أمين. عزيز المشاهد، رسالة جميلة. أشكر رب جدا لأجل أخويا حنا والرسالة الجميلة المباركة اللي كانت طالعة بحماس وطالعة بصدق وطالعة بقلب ملتهب حبا في عمل الرب وفي النفوس. وانت بتشاهدني هتلاقي قدامك الأرقام، تواصل معانا، هنفتح تلفونات وهنتواصل معاك. وأنا بصراحة جوايا شغف شديد بالعنوان النهاردة اللي قاله أخونا ماجد للحلقة، إعلان يسوع المسيح. أنا جوايا شغف شديد جدا أنه ربنا يكلمنا ونفهم السر ويكون من الإعلان إعلان بنعمة الرب. أنا برجع لك تاني خدم الرب. أهلا بيك مرة تانية أخونا ماجد. أهلا بيك أخويا مايكل، رب يفتح السمع علينا بنعمة الرب. يعني أنا عايز أدخل في الموضوع لأنه أنا جوايا نفسي اشتياق أن أنا أعرف. أنت قلت العنوان، قلت لي كده عايزين نخلي العنوان إعلان يسوع المسيح. للعنوان ده وللموضوع ده ادينا خلفية عن العنوان ده عشان حتى المشاهد يعني يفهم خلفية الموضوع بتاع النهاردة في الحلقة. أولا، أول آية في سفر الرؤيا بتقول إعلان يسوع المسيح. لما الرب خد يوحنا في جزيرة بطمس، كلمة إعلان ما كشف عنه الستار. يعني كأن الرب خد يوحنا في خلوة وقال له هوريك اللي محدش شافه ولا حد هيشوف غيرك. فكأن الرب في قلبه لكل مؤمن يوريه حاجات عن شخصه، من أسمائه، من أعماله، من صفاته، وكل واحد فينا ليه إعلان خاص. تاني شيء، ليه أنا اخترت الموضوع ده؟ لأن المعلومات كترت، المعلومات بقت على عينك يا تاجر. وكل الوقت خاطي ومؤمن يعرف معلومات يمكن أنا وإنت ما نعرفهاش. بس المسيحية مش مسيحية معلومات، مسيحية إعلانات. حلوة دي. مسيحية مش مسيحية معلومات، مسيحية إعلانات. وإنت بتشوف وأنا بشوف على المنبر، قبل ما تقول الآية يكون الشخص خاطي وشرير وما يعرفش الرب ويكرر الآية. بس الإعلان بيغير الحياة، الإعلان بينقل نجلات عظيمة. يعني أنت قصدك عايز تقول في فرق بين المعلومة والإعلان. والإعلان وضحها لنا أكتر، لأن الكلمة دي جديدة يا أخويا ماجد. أيوه. يعني أنت بتقول إعلان هو حاجة خفية بالزبط. تم الكشف عنها بالظبط. بالظبط، اللي هو كل ما يخص الله من أسمائه ومن صفاته ومن أعماله، بياخدني في خلوة وبياخدني في قاعدة معاه ويقول لي تعالى عايز أوريك شخصي. لكن المعلومة في الذهن، لكن الإعلان في القلب بالروح القدس. ليه كمان اخترت الموضوع ده؟ مؤمنين كتار عرفوا الرب بس لسه على الشاطئ. الإعلان ياخد الشخص للعمق، الإعلان يعمل نجل التغيير، الشخص يستغرب على التغيير اللي الرب عمله فيه للمؤمن مش للخاطي. والخاطي برضو لما الرب يعلن له ان هو المخلص ويعلن له ان هو خاطي يتنجل فيبقى خليقة جديدة. فهو ده اللي احنا عايزينه في الحلقة دي، ان الرب يعلن نفسه بإعلان قوي لكل المشاهدين وينقلوا نجلة. يعني في ناس مؤمنين يقول لك انا محلك سر، ليه 20 سنة اعرف الرب. تعرف لما بشوف ناس كبار في السن يصلوا، الواد بتاع مدارس سحب يقولهم قبل ما يقولهم، هي نفس الصلاة، هي نفس التعبيرات، هي نفس الكلمات. استعرف ليه هو بنفس الطابع وبنفس المكانة وما تغيرش؟ ما خدش إعلان عن الرب. لكن الرب النهاردة جاي يكلمنا على الأمر ده عشان يدي كل واحد فينا، ومتاح لكل واحد ياخد إعلان. لأن الآية اللي أنت قريتها في مزمور 36:9، بنورك نرى نرى نور. يعني حتى لو عندي نور، الرب عايز يديني نور أعظم ونور أجمل ونور أمجد عشان تتغير حياتي. يعني نطمن الناس ونطمن المؤمنين إن الكلمة الكبيرة اللي بتقولها اللي هي كلمة إعلان دي متاحة لأي مؤمن ولأي شخص مشتاق يحصل في حياته هذا الإعلان المبارك، إن الرب يعلن له عن نفسه بشكل جديد. أول آية بتقول الكلام ده اللي أنت بتسأل عنه، إعلان يسوع المسيح الذي أعطاها الله ليري عبيده. يعني الإعلان الرب عايز يديه وعايز يوري كل عبيده هذا الإعلان. ففي
أعظم أمل وأعظم رجاء لأي شخص عايز يعرف عن الله، أو عايز يعرف، خلينا أقولها بطريقة مدققة جدا، يعرف الله مش يعرف عن الله، لأن كتار قوي يعرفوا عن الله لكن قليلين جدا اللي يعرفوا الله. أنا بتهيألي بفكر معاك يا أخويا ماجد وأنت بتتكلم، افتكرت مشهد مش عارف أكيد تتفق معايا فيه، لما الرب خد بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل التجلي. طبعا. هنا حصل إعلام متهيألي، صح كده؟ جدا. يعني حاجة شافوها الثلاثة دول، شافوها على الجبل، شافوا الرب بشكل ومنظر غير اللي تعودوا عليه. طبعا. مش ده ممكن يوضح فكرة إن ممكن هنا دي نفس الصورة لفكرة الإعلان؟ طبعا. طبعا لما شاف الرب على التجلي بيجي اختبار في حياه بطرس ويقول شفنا مجده الاسنى. ايوه. وبيجي جاله هو بيثبت ان المسيح هو الله، هو في رسالته، في رساله بطرس. فكان الاعلان بيخليني اتغير لتلك الصوره عينا. تعرف ناس كثيره بتقول يا رب اريني مجدك. يعني ايه اريني مجدك؟ يعني ربنا يعلن صفه من صفاته. اعلان ده. اعلان. يعني موسى قال له اريني مجدك مع انه قعد معاه 40 يوم و40 ليلة. تعرف لما الرب أعلن مجده لموسى قال له أنا أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. كأنه أعلن إعلان لي إن الله كلي الرحمة وكثير الرحمة. عشان كده اللي نجى كل شعب إسرائيل من غضب الله ومن هلاك الله لما موسى عرف إن الرب رحيم، قال له لا دي مش طبيعتك الهلاك، ومش طبيعتك انك تقضي على هذا الشعب، طبيعتك الرحمه. وتعرف لما باخد صفه من صفات الرب والرب يعلن لي صفه من صفات الرب، الصفه دي بتتجسم فيا. فتعرف موسى كان غضوب جدا قبل ما ياخد الاعلان، لدرجه مسك المصري قتل ودفنه ومحدش عارف حاجه. صح. بعد شويه الامر اتعرف. ايوه. بس لما قعد مع الرب وخد اعلان عن الرب يقول كان الرجل حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه. ايه اللي غيرك؟ الاعلان. إيه اللي خلى واحد غضوب عصبي بالطريقة دي قتل قتلة لواحد مليون شخص أو مليون ونص تتحمل كل سيئاتهم وكل غضبهم وكل تذمرهم وكل شرهم في البرية؟ الإعلان. يعني عايز تقول إن الإعلان متاح، عايز تقول الإعلان هو إعلان الله عن نفسه في شخصيته في صفاته. طبعا. أنا بحاول كده. طبعا. الإعلان كمان إنه يغير ال بالطبع، يعني ممكن نقول ونحن ناظرين لمجد الرب بوجه المكشوف نتغير الى تلك الصوره. لا يعني بصراحه حاجه جميله. يبقى الاعلان يا رب النهارده بجد انا بكلم عن مايكل، انه الرب يزود رصيد الاعلان عن يسوع المسيح جوه قلبي وجوه قلب كل واحد. امين. قبل ما نكمل يعني التليفونات اشتغلت فمعلش، معنا تليفون الاخ زكريا من اسيوط. الو الأخ زكريا، مش عارف باين ألو أخ زكريا، طيب ممكن ترجع تكلمنا ناخد تليفون كمان. ألو معانا تليفون كمان. الو الو اهلا بيك. مساء الخير. مساء الخير. الاخ زكريا من محافظه اسيوط ساحل سليم. اهلا بيك يا اخ زكريا، احسن ناس بتقعد ساحل سليم. معاك، اتفضل قول المشاركه بتاعتك. مساء الخير يا اخ ماجد. مساء النور يا عم زكريا. مساء الخير يا اخ ماجد. مساء النور يا عم زكريا. الله يخليك. جلسة ملاهي إن شاء الله يوم 22/7 وانت عارف الموضوع. أمين. أيوه أيوه. ممكن توطي التلفزيون يا أخي زكريا. عارف الأخ ماجد القصة. ممكن توطي التلفزيون وتكلمنا من التلفون عشان نعرف نسمعك وتقول مشاركتك. هو النور قاطع، حتى النور قاطع، التلفزيون مقفول خالص. طيب ما يهمش، الرب يبعت النور. عندك مشاركة لينا يا أخي زكريا؟ هي مشاركة تسموني من أجل بلاد، ربنا يفرج عنه ويطلع من الحبس. أمين. الرب يتنزل وهنصلي من أجله وأنتوا صلوا من أجله أن الرب يزوره ويفتقده. شكرا يا أخي زكريا، الرب معاك. معانا تليفون كمان.
يعني الإعلان يغير يغير، يعني نقدر نقول أنت بصراحة بتحط قدامنا مفتاحنا، يعني إزاي غاب عننا كتير نسمع وقليل نعيش. صح، يبقى أقدر أقول أنا ماشي كده بحسب كلمة الله واللي بتقوله. أي. على قدر الإعلان، على قدر التغيير، على قدر التغيير والعيش. صح، يبقى اللي بيتغير كل يوم ده أكيد الإعلان في حياته كتير. صح، واللي مش بيتغير ما عندوش إعلان، ما عندوش إعلان. ما الميديا رغم أن الرب باركها واستخدامها جدا، بس قللت الإعلان وكثرت المعلومة. وكل دلوقتي عايز يعمل نفسه شاطر وناصح فيقول لك أنا عارف، بس ليه زي ما هو؟ لأن ما عندوش إعلان من الرب شخصيا عن الأمر ده، فقعد زي ما هو. احنا للأسف كمان يا أخويا ماجد أكيد تتفق معايا في الكلام ده، أنا بحس أن زي أيام شعب أسينا في أعمال 17 كان ده طبيعة الزمن ده، يحب يسمعوا الكلام الجديد. بالظبط، مش مهم اللي هتقوله من كلمة الله ومتقرر، لا لا، أنا عايز واحد يديني كلمة كده تكون حاجة جديدة حتى لو منافية للحق الكتاب. تقول إيه للكلام ده بعد كده يعني باختصار؟ وفي تليفونات معانا كمان. يعني كلمة الله هي أعظم إعلان، اللي بيدور على المعلومات الجديدة دي وراها ذاتي. ليه؟ عايز أبقى أحسن من الخادم ده فأقول معلومة أعظم ومعلومة جديدة أكتر. لكن اللي عايز يتغير، تعرف لما أقول لك لا تخاف لأني معك بس بإعلان، تخترق قلبك وفعلا الخوف يتلاشى. لما أقول لك الله بيحبك بإعلان يغير قلبك وتحس فعلا أنك أنت محبوب الآب والابن والروح القدس. لكن لما أقولها لك كمعلومة، المعلومة اللي أنا قلتها لك من ذهني توصل ذهنك، لكن الإعلان لأن خدته من قلب الله وصل قلبي، يوصل قلبك على طول فتتغير حياتك. ربي يوصل لنا كل رسائل لقلوبنا بإعلان خاص. معنا تليفون. ألو. 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 أيوة، ممكن تعلي الصوت لو سمحت. مين معاك في التليفون؟ مين معانا؟ أم كرمين. أهلا أم سمير، اتفضلي بالمشاركة بتاعتك، أنت على الهوا. طيب، عايزة أسأل بسالة من قلب عيالي وبيتي ولياني شخصيا، عشان غيرنا الرب ويكون ليا ولعيالي حاجة حلوة. قولي كمان نفسك في ايه، بتقولي ايه، ما سمعتش كويس. اقول لك انا نفسي يكون بيتي للرب انا وعيالي. وانت للرب ولا نفسك تكون للرب يا ام سمير؟ انا وعيالي للرب. امين، هنصلي ان الرب يكمل عمله معاكم. شكرا لتواصلك واتصالك. معانا تليفون كمان. طيب، اللي عنده مشاركه اتمنى يرجع يتصل بينا لو الخط قطع. منتظرينكم، منتظرين تواصلكم. اتفضل يا اخونا ماجد. فهو ده اللي النهارده عايز اركز عليه. عايز تتغير، لو انت اعظم خاطئ واعظم شرير وخدت اعلان ان يسوع المسيح مخلص، الليله دي تبقى ليله خلاصك. ودايما اقول يا اخ مايكل، شغلانه الفلاح يعمل ايه؟ يزرع. يزرع. شغلانه الدكتور يكشف، وشغلانه المدرس يعلم، شغلانه المخلص يخلص. فدي مش شغلانتك عزيز المشاهد. لو خدت اعلان ان يسوع المسيح قالوا عنه السامريين، لما المراه السامريه قالت لهم تعالوا لعل هذا هو المسيح، قالوا احنا شهدنا وراينا ونشهد ان هذا هو مخلص العالم. نعم. مش يقدر يخلصنا احنا كسامريين بس، ولا خلصك انت كامراه سامريه، ده يقدر بنعمته وقوته وسلطانه يخلص العالم كله. طب اقول لك حاجه، توجه رساله ومعاك الكاميرا بتاعتك. عايزين نوجه رساله، في واحد دلوقتي خاطي نفسه يتغير بس يقول لك مش قادر اتغير ولا عارف ابطل. انا ليا كلام في الموضوع بتاع النهارده، الاعلان ده اللي حضرتك بتقول عليه، اعمل ايه دلوقتي؟ انا خاطي نفسي اتغير، الاعلان ده اعمل بايه عشان اتغير؟ بص عزيزي المشاهد، من سفر التكوين اصحاح 1 لغايه سفر الرؤيا اصحاح 22 بيعلن اعلان واحد، ان يسوع المسيح مخلص. فانت عارفك مش قادر تتغير، ولا انا كنت قادر اتغير، وعارفك مش عارف تتغير، ولا انا كنت عارف اتغير. تعرف ايه اللي غيرني؟ رحت للرب بتذلل وقلت له انا لا قادر اتغير ولا عارف اتغير ولا نافع اتغير،
انا عايز اتغير في الليله دي 28/11/92 لما قلت له مش قادر اتغير ومش عارف اتغير ومش نافع اتغير بس عايز اتغير، الرب اعلن لي اعلان خاص عن الصليب واتغيرت في نفس اللحظه. انا ليا 33 سنه مع الرب، اتغيرت تغيير كامل. هو ده اللي الرب عايز يعلنه ليك، مهما كانت خطاياك، مهما كانت شرورك، مهما كانت قيودك، الرب يطلقك باعلان انه مخلص العالم ويخلصك من كل خطيه ويخلصك من الشيطان باسم يسوع المسيح. امين امين. الو، معانا تليفونات. الو أهلا. ايوه حضرتك على الهوا، مين معايا؟ اهلا بيك حضرتك على الهوا. مين يا فندم؟ اهلا اخويا مينا، اتفضل. حضرتك انا كنت عامل عمليه الزايده بقالي 13 يوم، وجاب عندي بيجيب صليب، بيجيب صليب على طول. تمام، اولا انا بعيد عن المسيح، يا يسوع. تمام، عايز حضرتك تصلي لي وصلي من اجلي، يعني عشان اولا اعرف المسيح، وثاني حاجه خاطر موضوع الزايده بتاعي. امين يا اخويا مينا، كلامك غالي يا رب. يعني دوب قلبي صدقك واخلاصك ده يا رب. انك بتقول نفسي اكون للمسيح يا رب، ونفسي ارجع للرب. اخويا مين انت سامعني كويس؟ سامع كويس. طيب بص هقول لك على حاجه، احنا لو انت متابع معانا من اول الحلقه، اخونا حنا اتكلم وقال إن... طب احنا كان اخونا حنا بيتكلم وعظ من 10 دقائق ان ربنا بيخبط على الباب حتى ساعات بظروف الصعبه، بمرض، بمشاكل او بوسع. فعايز اقول لك ربنا بيخبط على بابك يا اخويا مينا، عايز يدخل جوه قلبك. آمين. تصلي معايا دلوقتي صلوه توبه ورجوع يا للرب. يا رب يا رب. طيب قول ورايا باخلاص، قول معايا من قلبك، قول ورايا. يا رب يسوع. يا رب يا رب يا رب يا رب. قول معايا يا اخويا مينا، قول ورايا. يا رب يسوع. يا رب يسوع. ادخل قلبي. يا رب. ادخل قلبي. سامحني على كل خطيه. سامحني على كل خطيه. انا راجع لك الليله، انا راجع لك الليله. اغسلني بدم صليبك يا رب، اغسلني بدم صليبك. اديني حياه جديده، اديني حياه جديده. اشكرك لانك سمعت صلاتي، اشكرك لانك سمعت صلاتي. وهتكمل معايا، اتكلم معاك. امين. لو حابب تسيب حتى رقم تليفونك في الكنترول نتواصل معاك ونصلي معاك اكتر بنعمه الرب، ونصلي لاجل الجرح بتاعك الرب يكون بيتنزل لك بنعمه الرب. اقرا كلمه الله كل يوم وصلي وافرح بالرب والرب يكمل معاك. معانا تليفون كمان، في كام تليفونات يعني احنا لسه ما قلناش. الو، الاخت صديقه البرنامج اخت نهال. حضرتك الصوت بعيد شويه يا اخت نهال، ممكن تعلي صوتك؟ سلام ونعمه كده، حضرتك سامعني؟ سامعك. اوكي، برحب بحضراتكم، بحضره كمان الاخ المبارك ماجد والمرنم نشأت نجيب. سوري، الاخ المبارك نشأت والمرنم نجيب ماجد. والاخ حن والاخ حنا، كل دخل في كله بقى، معلش. بس كلكم بالامانه رائعين وغاليين على قلب الرب. لا، غاليين على قلب الرب. الرب هو اللي بيشجعكم وبيقول لكم استمروا في تقديم كلمتي الحقيقيه، وانا اللي هبعت الاستناره الحقيقيه لكل ذهن، وهتشوفوا بعينيكم الثمار. وزي ما كلمات التتر الجميله بتقول في المقدمه، ياللي في كوره بعيده وياللي بتمر بضيقه شديده، المسيح ليه كل المجد، هو اللي بينادي عليك. وامين كلنا بلا استثناء نسمع لصوت الرب ونبدا صفحه جديده، ويبقى الكلام اللي بنسمعه ليس شاهدا علينا، ولكن يكون بمثابه وجبات واكلات زي ما قلت يا اخ مايكل، مش حشو لا قلنا بالمعلومات، لكن عشان نكمل بمشوار حياتنا في قداسه ومخافه للرب. والحقيقه برنامج صفحه جديده من اكثر البرامج اللي بتحرك القلب من جوه للرجوع على الله بتوبه حقيقيه. فالنهارده صوت الرب واضح جدا لكل نوعيه من المشاهدين. لو كنت لسه عايش
عايش في الخطيه الرب بيقول لك استيقظ وفوق، الوقت مقصر والايام شريره. صح. ولو كنت مؤمن بس يعني عايش مش كما يحق الانجيل المسيح، الرب مستني رجوعك. اما بقى لو كنت فاتر وبتعرج بين الفرقتين، هنا الكلام خطير وشائك. صوت الرب لينا كلنا، وانا بكلم نفسي اول واحده، خلي بالك مش هينفع تعيش للرب وتعيش للعالم في نفس الوقت. وانا حاسه ان الرب النهارده عايز يكلم بالذات الناس المخدوعين، ان مش كل اللي بيقول انا مؤمن يبقى مؤمن. أيوة. ومش كل اللي بيلمع بيبقى ذهب. مش كل اللي بيلمع بيبقى ذهب، لكن المؤمن يجب ان اعماله تظهره، وحتى كلماته تكون بتعلن انه مخلص، والروح نفسه يشهد بانه هو ابن الله. عشان كده نفسي اسال سؤال للاخ ماجد، حضرتك قلت كتير قوي بيعرفوا عن الله، لكن قليلين قوي اللي بيعرفوا الله. الفئه الاولى عندها معلومات عن الله، لكن الفئه الثانيه هي اللي عندها الاعلان. فهل نقدر نقول ببساطه كده ان ده هو نفس الفرق بين الشخص المتدين والشخص المؤمن؟ ولو حضراتكم متفقين معايا انه في فرق بين الاثنين، طب ازاي اقدر اخد اعلان النهارده من الله واتحول بقى من الشخص المتدين للشخص المؤمن؟ وهختم بالحته دي، المعلومه اللي حضرتك قلتها انه احنا نخلي بالنا ان الناس الخدام اللي بيعملوا شوينج اوف او بيستعرضوا بمعلومات لكنه مش اعلانات. طب انا دلوقتي مشاهده او مستمعه بسيطه، ازاي يكون عندي روح تمييز بين الاثنين دول من الناس؟ فارجو التوضيح والرب يبارك. شكرا شكرا اخت نهال صديقتي البرنامج المباركه، كل مره بتشاركينا واسئلتك مباركه. وبالفعل الرسول يعقوب قال كمان بصفة التدين وغيره، إيمان بدون أعمال هو ميت. فلو بقول إن أنا مؤمن ولم أختبر الخلاص، وأكيد أخونا ماجد هيتكلم وهيجاوب على الأسئلة، لكن حقيقة إيماننا المسيحي هو إيمان عامل. هناخد تليفون يعني مع آخر، معلش آخر تليفون يعني المخرج، بعد كده نقول له ممكن لحظات بعد كده نرجع للتليفون. تليفون أخير. ألو. ألو. مين معايا؟ أيوه يا فندم، حضرتك على الهواء. مين معايا؟ هايدي معايا. أهلا أخت هايدي، اتفضلي. أنا عندي مشكلة بالصلاة، عندي مشكلة كده، عايزك حضرتك تحطها قدام ربنا. أمين، نصلي من أجلها طبعا، الرب يتدخل في المشكلة. بس أنت تابعتي من أول البرنامج يا أخت هايدي؟ طبعا. طيب احنا قلنا ان ساعات كمان الظروف الصعبة بتكون سبب ان احنا وسيلة بيستخدمها ربنا عشان نرجع له بكل قلبنا. امين. فانا شجعك انك انت قبل ما تقول للرب تدخل في المشكلة، قولي له ادخل جوه قلبي. امين. 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 الرب يزور كل حد محتاج صلاة عندك. بس زي ما بشجعك، جمعي بيتك لو انت معاك أسرة حواليكي، وقولي للرب قبل ما تتدخل في المشكلة ادخل قلوبنا، انت بتعمل كده عشان توصل لنا وتزورنا وتباركنا بحضورك مش بحلك للمشكلة. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. شكرا لاتصالك ومشاركتك، وهنصلي من أجل كل الطلبات في نهاية الحلقة. أخونا ماجد، أنا عارف يعني بس ناخد كلمتين وبعد كده ايه نرنم مع اخونا نجيب. نجيب لازم يرنم برضه، ما احنا يعني العمليه ولا يا اخي نجيب؟ طبعا طبعا طبعا. طيب ادينا بسرعه، يعني عايز اعرف الاعلان يعني. طب خلينا نجاوب الاخت نهال عشان يعني انت هي جاوب قالت على كام سؤال، هفرق بين المتدين والمؤمن، وازاي كمان اميز بين التعليم الكبير وبين ان ده اعلان باختصار شديد جدا في دقيقه حتى، وبعد كده نرنم وندخل نكمل في الموضوع. بص، الكتاب بيقول بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. دايما اقولها بالمثل ده، انا ممكن اروح عندك زياره انسى الموبايل، انسى الساعه، انسى المحفظه، لكن ينفع اروح عندك انسى دراعي؟ لا مستحيل. او انسى ودني او انسى رجلي؟ مستحيل. اللي يعرف عن الله كانه موبايل، فاول موقف للخطيه سيب ربنا. فاول اللي يعرف بس، ف
فأول موقف يتعرض ليه تجربة أو محنة أو ألم يتزمن على ربنا. لكن اللي يعرف الله شخصيا ده بيجي حتة منه، بيجي جزء من حياته، ما يقدرش يفرط في الرب مهما كانت الظروف. كده بولس بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدقة أم ضيق أم عري؟ فده اللي يحفظ وصاياه هو اللي يعرفه، ده المؤمن الحقيقي، ده المؤمن الحقيقي، واللي يتمسك بيه رغم كل الظروف الصعبة والمحن والتجارب ده يعرف الله. لكن اللي بس بيسمع من هنا ويطلع من هنا ده يعرف عنه، اللي بيتعرض لموقف ويهين الله ويتذمر على الله ده يعرف عنه. وكمان إزاي يميز صوت الله؟ صوت الله يقول الكتاب إني أسمع في مزمور 85:8 ما يتكلم بها الله، الرب يتكلم بالسلام لشعبه. يعني جزء من يخليني أميز معلم من معلم أو خادم من خادم، ألاقي حتى لو وبخني في سلام، ألاقي حتى لو حذرني في سلام. ليه؟ زي ما قلنا المعلومات العقلية البشرية اللي هي مجرد معلومات توصل للذهن بس، لكن المعلومات الإعلانية القلبية توصل من قلب الخادم للشخص نفسه وتغير حياته. وده اللي يقول إن حياته اتغيرت بعد ما سمعت الخادم، ولا زي ما أنا ولا هيصت مع المايصين ورنمت مع المرنم وطلعت زي ما أنا. لو طلعت زي ما أنا يبقى في حاجة غلط، لأن الله مش بهزر، الله بيغير تغيير حقيقي. صحيح. تعالوا نرنم ونفرح الشعب الرب مع خلف نجيب. في مزمور 28، يعني مش هكمل على كلامكم، لكن في سياق الترنيمة اللي احنا هنقولها دلوقتي، مزمور 28 عدد 7 يقول كده إنه الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. فالترنيمة اللي جاية بتقول كده، عالي الفوق أنا رافع إيدي عندك ملكي وعزي. فكنت دايما بشوف مواجهتي قدام الخطية مثلا لما حد يقعد معايا أو في حياتي أنا، إنه الرب يعززني عشان أبتعد عن الخطية، إنه ما ينفعش أسيب أو أترك شيء غالي غير لما الرب يملى مكانه حاجة أكتر وأعمق وتخليني أبتعد. وأنا بقول وبعز أنا مش عايز حاجة يا رب، يعني تعززني وتفصلني عن الخطية وأنا مرفوع الرأس، مش وأنا منحني. مش يعني أخويا مينا كان بيقول، أنا اتبسطت خالص إنه حقيقي، هو بيقول إنه أنا ما معرفش الرب، بس عايز أقول له كمان ولو هو بيشاهدنا ومكمل برنامج، إنه الرب يعززك فتعرف المسيح فتترك الخطية فتمسك في الرب أكتر. تعالوا رنموا معايا الترنيمة دي، عالي الفوق أنا رافع، أنا رافع إيدي، عالي الفوق أنا رافع إيدي، عندك ملك وعز وسيدي، وبعز أنا مش عايز حاجة إن كانت مش راح ترضيك، وبعز أنا مش عايز حاجة إن كانت مش راح ترضيك، أبدا أبدا ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عيني ويكفيني غير بس اللي تجود بإيدي، أبدا أبدا ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عيني ويكفيني غير بس اللي تجود بإيدي، رافع إيدي فرحة وبعلم انت يا صاحب الوعد بتضمن انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايامه فيك، انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايامه فيك، ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يطمني او مسنود على غيرك، لكن سندي هيكون كله عليك، ابدا ابدا
مش مستني حد من الدنيا يطمني او مسنود على غيرك، لكن سندي هيكون كله عليك. رافع ايدي نصرة وبهتف طاير زي النسر برفرف عالي عالي ومليان قوة. انت امين وانا بشهد ليك عالي عالي ومليان قوة. انت امين وانا بشهد ليك ابدا ابدا مش متساب وحدي هنا دنيا الاتعاب مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد بذاته حميك ابدا ابدا مش متساب وحدي هنا دنيا الاتعاب مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد بذاته حميد. مجد للرب لأجل صوته الحلو لينا، وأشكر رب جدا لأنه الرب اللي مدينا طعام خاص في هذه الليلة وفي حلقة النهاردة. شعرين بحضور الرب جدا، يعني مش عارف، يعني احنا لسه ما قلناش حاجة بس عايزين، انا نفسي نكمل لحظات في فكرة الاعلان دي يا اخوانا مجد. الاعلان ده ليه مصادر، يعني يوصل من خلالها الاعلان اللي يخليني اتغير ويخليني عايش فوق زي ما كنا بنرنم مع اخويا نجيب. يعني قول لنا مصادر للاعلان لو عندك حاجة زي كده. طبعا طبعا في مصادر كتير، بس هقول كم مصدر عشان الوقت طبعا خلاص جرب واحنا عايزين نكمل الموضوع. اول شيء قال يوحنا عشان ياخد الاعلان ده، وخد الاعلان يقول لهم انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. اتاري من مصادر الاعلان ان الرب يسمح بضيق لحياتي. الناس دايما بتتجنب الضيق وبتهرب من الضيق. اتاري الوقت اللي الرب فيه بيتلامس فيه معايا باعظم اعلانات الضيق. والضيق مش عشان انا عملت خطيه، مش الضيق عشان انا تدخلت في امور غيري، من اجل شهادة يسوع المسيح. يعني الضيق اللي انا بدخله لاجل شهادتي للمسيح، يعني انا لو اتظلمت لاجل المسيح الرب عايز يديني اعلان، لو انا اتزليت لاجل المسيح، لو حاجة سلب لاجل المسيح. يقول لهم في عبرانيين 10 قبلتم سلب اموالكم بفرح، يا قدرتم تفرحوا رغم ان الاموال اتسلبت غصب عن عينكم وقدام عيونكم. ايوه، لكن انا بشوف الايام دي اخ مايكل بامان الناس بتهرب من الضيق. يعني اخ ده يا اخ في الكنيسه سيب له الكنيسه، جسيس الاخوه ده يا جو روح سايب الكنيسه، طب ما مزودها برضو الاخ بس انا المفروض اصبر في الضيق. صابرين في الضيق في الضيق. فالضيق اتريه من المصادر المهمه اللي الرب فيها بيعلن لي عن نفسه. وعايز اقول لكل حد يسمعني ما تهربش من الضيق، لان الضيق ينشئ صبر، والصبر تسكية، والتسكية رجاء، والرجاء لا يخزى. يعني عايزة تزكى وتلباطي تطلع للسماء أتريني لما أصبر في الضيق. فالضيق من ضمن الحاجات والمصادر اللي الرب فيها بيعلن الإعلان. كمان مصدر تاني يقول لهم كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة يسوع المسيح، اتنفى. أتاري الانفراد بالمسيح يديني أعظم إعلان. بص في الزحمة ما فيش اعلانات، عشان اقول للمشاهد ان الايام دي تلاقي، سوري انا هتكلم عن نفسي، كخادم زحمه خدمه، كمرنم زحمه ترنيم واجندات، عشان كده بطلنا ناخد اعلانات. لما يعقوب حب رحيل وزحمه رحيل وخدم لاجلها 7 سنين وسبع سنين تاني الرب 20 سنة ولا مره الكتاب قال عنه عمل مذبح. تعرف امتى خد اعلان ان الرب هيباركه؟ لما أجاز كل ما كان له وبقي يعقوب في تكوين 32، ويقول الكتاب صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. والكتاب بيقول نتيجة الانفراد بالرب وإن كل شيء شغل يعقوب
وخد يعقوب من الرب بعده، يقول الكتاب باركه هناك. على فكرة هو متبارك من البطن، بس إعلان إله البركة فرق جدا في حياة يعقوب. ففي تكوين 47 برك فرعون، في تكوين 48 برك إفرايم ومنس، في تكوين 49 برك لصبات ال 12. يا إيه اللي حصل؟ زي ما قلت لك، لما الرب يعلن صفة من صفاته اللي هي تتجسم فيا، أعلنه لإله البركة، فابتدى يبارك اللي حواليه. فأنا بقول لكل حد اتشغل حتى بالخدمة، الرب قال لي مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة ورح حاطت مريم على جنب. أما مريم فاختارت النصيب. ليه اختارت؟ عشان كانت تجلس عند قدمي يسوع، وكانت تسمع كلام. إمتى وداني تبقى مفتوحة في الإعلان؟ لما أقعد عند رجليه. عايز أقول لكل خادم، لو ما عندكش وقت تصلي يبقى ما عندكش وقت تخدم، لو ما عندكش وقت تاخد إعلان لناس يبقى ما عندكش وقت تتكلم. يا أخينا ماجد الكلام ده خطير. يعني إحنا في طبيعة زمن، وزمن زحمة ودوشة في كل ناحية، فأنت بتقول إن الإعلان مرتبط بالاختلاق طبعا، والقعدة الطويلة والهروب من الزحمة طبعا. لأن طول ما أنا في زحمة أنا هيبقى عندي شوية معلومات، لأن الأيام دي أنا عايز وعظة، أدخل على النت أجيب أحسن وعظة من أحسن وعظة أديهم. صدقني عشان كده التأثير قل، الأحداث كترت جدا جدا، والميديا كترت جدا، بس التأثير قليل. ليه؟ لأن سهلة جدا ناخد وعظة أخويا مايكل ووعظة دي سرقة على فكرة. يقول يسرقون كلامهم من بعضهم من بعض في أرميه 23. ليه تسرق؟ ما انت عندك إله الإعلان، واللي أثر فيك الرب بيك تعرف تأثر في الآخرين. فأول مصدر الضيق، الضيق ثاني مصدر الاختلاق، الاختلاق ثالث مصدر هو حب المسيح. يعني يوحنا ليه خد؟ هو بيكتب إنجيل يوحنا نسي اسمه، فكل ما يكتب عن اسمه يقول لك التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ايه انت نسيت اسمك؟ قال انا كل مرة عايز اخد اعلان احط راسي على صدر المسيح واسمع نبضات قلبه 72 مرة في الدقيقة يقول لي بحبك يا يوحنا، بحبك يا يوحنا، بحبك يا يوحنا. فبيجي رسول اسمه رسول المحبة. المحبة خدت الاعلان ازاي؟ لما حب المسيح. عايز تاخد اعلان يقول الذي يحبني يحبه ابي واظهر له ذات، في يوحنا 14:21. يعني اللي يحبني انا احبه والاب يحبه، وكمان اظهر له مكنونات قلبي، له اسرار قلبي. فعشان كده مصدر من المصادر احبه. طب احبه ازاي وانا مش قادر اقعد معاه؟ يعني انا بقول احب اخويا مايكل، ويجي اخويا مايكل عند البيت كل شويه ابص له في الساعه، ما تخلص يعني ما طولت يا اخي. طب ازاي يعني موسى قعد 40 يوم و40 يوم؟ هو الرب عشان يكتب العشر وصايا في مايكل ياخد 40 يوم؟ لا طب ده في لحظه. لكن الرب كان عايز يغير موسى لطبيعته. عشان كده لما نزل مع الجبل قالوا له مش قادرين نشوفك. لمعان، لمعان وجهك يا لما بجيت زي ربنا، بجيت حته من ربنا. عشان نبقى حته من ربنا لازم نقعد قعدات طويله وقعدات عميقه. يا رب. يبقى هو المصدر الضيق، الضيق ثاني مصدر الاختلاق، الاختلاق ثالث مصدر هو حب المسيح، رابع مصدر مخافه الرب. في مزمور 25 بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. يعني يخافوا يعني بحترمه، يعني بقدره، يعني بحبه في السر قبل العلن. دايما اقول انا ما بخافش ان حد ياخد موبايلي او موبايلي يقع، ما عنديش اسرار، مش عامل باسوردات كتيره في، مش عامل، الاقي الناس يحط لك شفره ما حدش يقدر يفكها ومليون علامه، هو في ايه على الموبايل؟ تعرف اكتر شيء فقدته الكنيسه الايام دي والمؤمنين والخطاة؟ لما المؤمنين بطلوا يخافوا الرب، الخطاة بطلوا يخافوا من الرب. يا معلش قولها تاني دي. لما المؤمنين بطلوا يخافوا الرب بطلوا الخطاة يخافوا من الرب. يعني زمان وانا خاطي وكان في ناس قديسين عندي في البلد كنت اترعب لما اعمل خطيه، بالنسبه لي كبيره. لكن دلوقتي
الزنا بيجي سهل، الخيانات الزوجيه بيجي سهل، الكذب بيجي سهل. لسه كنت بوعظ عن حنانيا وسفيرة، فقلت لهم لو الرب رجع يتعامل زي الكنيسه الاولى الكذبه ما عدهاش. فسالت الاخوه اللي انا بوعظهم، لو الرب رجع يعمل بالكنيسه الاولى زي ما كان بيعمل زمان، يموت كام حد من الاخوه؟ راحوا قالوا يموتنا كلنا. رحت قلت لهم توبوا يا اخوه. فبيجي الكذب زي اللي بانا عادي، حد اتصل بيا انا في مشوار، وانا اصلا مش في مشوار. فعدم مخافه الرب اخفى اعلانات واسرار الرب. الرب الايام دي عايز يرجع هيبته. الكتاب بيقول ونحن عالمون مخافه الرب. تعرف النتيجه ايه؟ نقنع الناس. ليه بنتعب في اقناع الناس؟ مش عارفين مخافه الرب. بيجي عشان كده بقول لكل حد لسه ما بيخافش الرب، ارجوك يا تخاف الرب يا تحبه وتحترمه يا تخاف من الرب. يا تخاف من الرب. على فكره نوح خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. اخر مصدر عشان الوقت، يبقى اول مصدر الضيق، ثاني مصدر الاختلاء، ثالث مصدر الحب، رابع مصدر المخاف، رابع مصدر المجيء للرب. في متى 11:27 بيقول ليس احد يعرف الاب الا الابن، ولا احد يعرف الابن الا الاب. وراح الرب علق، على فكره مش بيكلم خطاه، بيكلم تلاميذه، ومن اراد الابن ان يعلن له تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. عايز ترتاح؟ خلي الرب يعلن لك ان هو مصدر الراحه. الحمل تعبك واتكسرت واتسجنت في خطية، في ذل، في ديون، في مشاكل أهلية، في مشاكل أسرية، في مشاكل مع زوجك، في مشاكل مع مراتك. الرب النهاردة بيقول لك عايزني أعلن نفسك، نفسي ليك تعالوا، مش للكنيسة، لأن ياما رحت كنيسة وطلعت زي ما أنت، ما أنت حافظ شواهد، ما أنت بتعمل حاجات كثيرة، طقوس كثيرة، كل الناس من بره تقول زي الفل، بس الرب النهاردة بيقول من الخارج قبور مبيضة لكن من الداخل عظام وكل نجاسة. الرب النهارده بينادى لو انت تعبان فعلا تعال لي. تعرف امتى الرب يغيرك؟ امتى الرب يخلصك؟ وامتى الرب يريحك؟ لما تقول يا اخي انا تعبت، تشرب 3 علب سجائر وانت عندك القلب، عندك جلطات في المخ ولسه بتشرب حشيش وبتشرب مخدرات. كفايه، الرب عايز يريحك من تعبك. فالرب يديك الاعلان ان هو مريح التعابه، معزز النفوس. امين. يعني مصادر الاعلان عشان نفكر المشاهد، الضيق الاختلاء، محبة الرب، 4 سر الرب لخائفين، مخافة الرب، 5 مجيء الرب أو المجيء للرب، المجيء للرب، المجيء. لما نرجع للرب. آمين. أمين. ده أخبار عظيمة. آللوي. كل واحد فينا النهاردة متاح ليك الإعلان، المصادر الخمسة الحلوين اللي قلناهم. لو بتعدي بوقت ضيق ما تقولوش بس انقذني من الضيق، لكن قول له عايز الإعلان. لما كانوا الفتية في الأتون شافوا أعظم إعلان، شافوا معاهم الشبيه بابن الآلهة، وصل لهم إعلان خاص، الرب الذي في الضيق معه أنا في الضيق. فأنا بشكر الرب جدا لكل يعني كل رسالة حية بجد بتوصل. هتحب يعني هنكمل، هندخل في إيه بقى؟ يعني إحنا كل ده أنت تشرح العنوان، إحنا عايزين سلسلة باين علينا، ولا هنقرأ حاجة ولا تدخل؟ ممكن نقرا من رؤيا 2 من 1-7. رؤيا 2 من 1-7. لو ممكن انت كمان تظهر على الشاشه تبقى بركه. رؤيا 2 من 1-7 بيقول هذه الكلمات: اكتب الى ملاك كنيسه افسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا،
إنك تبغض أعمال النكولويين التي أبغضها أنا أيضا. ما لا أذن فليسمع ما يقولها الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. أمين. أمين. هتقول إيه؟ أولا الإعلان كان رائع لكنيسة أفسس، الممسك السبع كواكب الماشي وسط المناير الذهبية، إن الرب بقوته وسلطانه بيكلم الملائكة السبعة المسؤولين عن كل الكنائس، بيقول لهم أنا ماسككم في يمين، وبيقول عن السبع كنائس وعدد سبعة إشارة للكمال، إن الرب ماشي وسط كل كنيسة منهم. فالرب أعظم إعلان، اولا الرب هو اللي بني الكنيسه. بزعل قوي يا اخ مايكل ان حد يقول لي انا بنيت الكنيسه. انت بنيت المبنى اللي بيجتمع فيه المؤمنين لغايه دلوقتي، رغم ان احنا فاهمين ان الكنيسه جسد المسيح اللي هم المؤمنين من كل مكان وكل زمان، لغايه دلوقتي يقول لك انا بنيت. يا عم الرب يسوع المسيح في متى 16 18 قال لبطرس انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى علي. يعني الرب هو بني الكنيسة، محدش تعب في الكنيسة كرد الرب، هو اللي اقتناها واتذبح لأجلها، وكمان هو رأسها، مش أي حد في العالم مهما كان منصبه قائدها. يقول الكتاب كما أن الرجل رأس المرأة كذلك المسيح هو رأس الكنيسة. الكنيسة، فالمسيح بني الكنيسة والمسيح رأس الكنيسة، كمان المسيح حافظ الكنيسة. يقول له الممسك السبع كواكب في يمينه. لكل خادم أمين وكل خادم مخفي والعينين مش عليه، الرب مسكه في يمينه. مجد للرب. مين يقدر ياخد من إيد الرب حاجة؟ مرة يقول هوذا على كفي نقصتك، وحد لما قال الرب لما نقشني على كفه لو عمل كده هو نقشني على كفه يبقى رفعني، ولو عمل كده مرة بقولها في مكان قال يبقى الرب خافز بيه الأرض، لا يبقى الرب بيضلل عليا. لو عمل كده يبقى مسيش حواليا، لو عمل كده مسكني في ايده. والرب علق في يوحنا 10:27-28 ولا يخطفها احد من يدي. لكل خادم امين او راعي مكان او مسؤول عن خدمه، بس شخص حقيقي الرب مسكه في يمينه. لكن كمان مش الرب حافظ الكنيسه بس، الرب حاضر في الكنيسه، وده اعظم اعلان الرب يقوله للكنيسه، ان هو حاضر وشايف كل صغيرة وكل كبيرة. فبيقول لملاك كنيسة أفسس أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. تعرف يعني عارف عارف كل تعب أنت تعبته، وكمان عارف كل خطيئة في السر. تعرف الرب قال لي بالعالم لماذا ضربت الأتان ثلاث مرات؟ ياه أنت عديت له ضرب الحمار، يعني يهمك وده خطية انه يضرب الحمار؟ طبعا ده بتاعي مش بتاعك، ما بالك اللي يضرب مراته؟ ده موضوع تاني، ده عايز له حلقه، ده عايز له حلقه. ما بالك اللي بيسرق من صندوق الرب؟ ما بالك اللي بيتاجر بفلوس الرب؟ ما بالك اللي مسؤول عن خدمه عشان هو يكون كنز؟ طب اقول لك على حاجه بجد، اتفضل. معلش اتفضل، استحمل اخوك، احنا مش متفقين على اي حاجه، لا بس بامانه بلطف كده ومحبه بقلبك الحلو، انا بقيت بتضايق لان بشوف كتير على انت قلتها في وسط الكلام بس انا مش عارف اعديها. الراجل اللي بيضرب مراته، انا عارف بعيد عن موضوعنا بس يعني عايزين نقول له كلمه، يعني نقول للناس دي يعني مراتك اللي انت الرب اديها لك تفتري عليه وتمد ايدك عليه قدام عيالها وعيالك؟ انا عايز اقول له حاجتين. الحاجه الاولانيه بلطف طبعا، لو انا قدامك ضربت نفسي قلمين تقول عليا ايه؟ مجنون. اهو مجنون ليه؟ دي جسده نفسه، يعني بيضرب نفسه. تعرف ايه العذر؟ يقول لك دي ضلع عوجة، ما تجيش غير بالضرب. طب ده انت الضلع العوجة. تعرف ليه الضلع دي بتاخده من مين؟ منك انت. فانت اللي عايز تتعادل الاول. ثاني حاجه، انت فقد الاحساس ليه؟ انا اسف اقول، اي حيوان ما بيضربش مراته. الحيوانه الاسد ما بيضربش الاسده، خلينا نقول اللفظ الكويس. الجرد ما بيضربش الجرده. الظروف ما بيضربش الزرافه.
يعني الإنسان اللي بيمد إيده على مراته أو بيهنها أو علشان نكون برضو بنقول الحق، أنا شفت الخدمة ستات بتضرب أزواجها بدون ذكر أسماء فين ده بأمانة. وعلى فكرة برضو وصلت لنفس المستوى. فالرب النهاردة صدقني ما كنا متفقين على الكلام ده، الرب النهاردة بيحذرك لأن المرأة دي حتة من ربنا والرجل حتة من ربنا. الفكر الغير مسيحي اللي دخل بيوتنا لعيال أمام الله، واحد ومراته نار كله يشتموا في بعض ضربوا بعض، قالوا لي البنت بتعمل حمام على نفس، قلت لهم بطلوا صراخ، البنت اتطربت، البنت بقيت ممزعة نفسيا. عشان كده بتحصل كده. تعرف ليه الواد يطلع مدمن مخدرات؟ عشان الاب والام ما بيحبوش بعض. تقول لك اتجوزت غصب عني وتجوزتها غصب عني، مالكش عذر. لو رجعت للرب النهارده بتوبه حقيقيه يغيرها لك، ولو رجعت للرب بتوبه يغيرهولك، ولو انتوا الاثنين بتضربوا بعض او بتهينوا بعض الرب يغيركم انتوا الاثنين والمسيح يدخل بيتكم. امين امين. صوت الرب لسه لينا. عايزين نرنم يا نجيب. إن لم تبني وتحرس قلعتي، إن لم تبني وتحرس قلعتي فباطل تعبي وسهري، فباطل تعبي وسهري، فأنت صانعي وصخرتي، أنت صانعي وصخرتي، أنت أمامي وعن يميني، أنت أمامي وعن يميني، أنت بقربي، أنت بقلبي، أنت بقربي، أنت بقلبي، ولاسمك ربي يسوع أنتمي، ولاسمك ربي يسوع أنتمي. إن لم تكن أنت أنشودتي، إن لم تكن أنت أنشودتي فلن أرنم للأبد، فلن أرنم للأبد، فأنت لي نشيد سيدي، أنت لي نشيد سيدي، أنت أمامي، أنت أمامي وعن يميني، أنت أمامي وعن يميني، أنت بقربي، أنت بقلبي، أنت بقربي، أنت بقلبي، ولاسمك ربي يسوع أنتمي، ولاسمك ربي يسوع أنتمي. لم يسر أمامي وجهك، إن لم يسر أمامي وجهك لن أخطو من هنا بدونك، لن أخطو من هنا بدونك، فأنت لي نوري ومرشدي، أنت لي نوري ومرشدي، أنت أمامي وعن يميني، أنت أمامي وعن يميني، أنت بقربي، أنت بقلبي، أنت بقربي، أنت بقلبي، ولاسمك ربي يسوع أنتمي، ولاسمك ربي يسوع أنتمي. لو لم يكن كلامك لذتي، لو لم يكن كلامك لذتي لهلكت إذا في مزلتي، لهلكت إذا
في مزلتي فأنت لي نبع تعزيتي أنت لي نبع تعزيتي أنت أمامي وعن يميني أنت أمامي وعن يميني أنت بقربي أنت بقلبي أنت بقربي أنت بقلبي ولاسمك ربي يسوع أنت مي ولاسمك ربي يسوع أنت مي لم تبني وتحرس قلعتي لم تبني وتحرس قلعتي فباطل تعبي وسهري فباطل تعبي وسهري فأنت صانعي وصخرتي أنت صانعي وصخ أنت أمامي أنت أمامي وعن يميني أنت أمامي وعن يميني أنت بقربي أنت بقلبي أنت بقربي أنت بقلبي ولاسمك ربي يسوع أنت مي ولاسمك ربي يسوع أنت مي. شكرا للرب لأنه هو اللي بيبني الكنيسة وهو اللي بيبنينا وهو اللي بيحرسنا وهو اللي في وسطينا وفي حضوره ملكنا. مجد للرب لأنه هي حقا اللؤلؤة الغالية كثيرة الثمن اللي مضى وترك كل شيء وباع كل شيء لكي يشترينا. شكرا للرب لأجل الكنيسة. وزي ما بيقول خادم الرب وإحنا عارفين الكنيسة مش طايفة ولا مبنى ولا مكان. الكنيسة هي كل من ارتبط بالمسيح وأصبح لحم من لحمه وجسد وحتة منه. وانت بتسمعني أكيد الرب بيطمنك بالكلام الحلو ده. لسه عندنا كلام كتير وكلام مهم. الحلقة بتجري أخونا ماجد يعني الوقت بيجري. بس عايز تقولينا إيه فكرة كنيسة أفسس؟ عايز يعني نكمل كلامنا بخاصة بفكرة الإعلان وهكذا. هتكلم كمان الرب أعلن مميزات كنيسة أفسس. بيقول له أنا عارف يعني في رؤية 2 من عدد 2 و3 بيقول له حوالي 7-8 صفات. يا ريت الآيات تبقى قدامنا على الشاشة. لو أي حد جراهم أخويا مايكل وده مش أي حد بيقول الكلام ده. ده الرب بيشهد عن ملاك كنيسة أفسس إن بالطريقة دي أنا عارف تعبك جراهم أيوة. إنك مايكل. رؤية 2 عدد 2 و3 أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. حوالي 7-8 صفات. لما راح بولس أفسس لجيها مليانة بأصنام اسمها أصنام أرطميس وبيقولوا أصنام أرطميس من عجائب الدنيا 7 وكانت مليانة سحر. بس الرب اخترق أفسس وبيجت أعظم كنيسة موجودة هي كنيسة أفسس. بيجت وكمان بعت لها رسالة السماء يعني بركتها بركات سماوية وقعدتها أو سيرتها أو جنسيتها سماوية وكمان حربها مش أرضي. يقول مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فجنسيتها السماوية وبركاتها السماوية كسرت كل أرواح شريرة في السماويات وخلت الكنيسة كنيسة عظيمة رغم كل أجناد الشر الروحية في السماويات. والمؤمن لما يكون مع الرب حسب فكر الرب حسب قول الرب لا إبليس يقدر عليه ولا مغريات العالم تقدر عليه ولا شهوات الجسد تقدر عليه. فبيقول له انا عارف تعبك. لكل حد تعب في خدمه الرب وفي حقل الرب ومحدش شاف تعبه. صدقني يا اخ مايكل دلوقتي لما نطلع على قناه ولا على الفيسبوك 100,000 حد يقول لك الرب يباركك. ده بيجي الخادم المميز. لكن انا شفت خدام
عمرهم حتى ما معهمش غير موبايل صغير لغايه دلوقتي. بس لما رحت البلاد اللي هم خدوا قد ايه تعبوا. فالرب يقول للاشخاص اللي عينين الناس مش عليهم انا عارف اعمالك، عارف تعبك وتعب. وعلى فكره الاجر في الاخر على اساس التعب مش على اساس انا طلعت قد ايه. لان الايام دي انا بشوف كل واحد بيحاول يقلل التعب، يعني مثلا يروح استراحه ما فيهاش تكييف يسيب الخدمه، يروح المكان اللي اكله بسيط يسيب الخدمه. انت بتقلل اجرك السماوي. لان بولس وهو بيقارن بينه وبين ابولس في كورنثوس الاولى 3 بيقول كل واحد هياخد حسب، يا ريتك تتعب اكتر فتاخد. عالمين تعبكم ليس باطلا في الرب. اللي يتعب اكتر ياخد اجر اكتر، اللي يريح نفسه اكتر يتحرم من الاجر السماوي اكتر. وكمان بيقولوا صفه تانية عجبتني، جربت الذين هم رسلا فوجدتهم كاذبين وليست تمييزك. مش اي حد يقف على منبر كنيسه افسس، ناس بيقولوا احنا رسل وقفوا قال له انت جربتهم وامتحنتهم وعرفت ان دول مش رسل. دلوقتي سامحني، اي مرنم يطلع يا عم مش هيقضي الموضوع، اي خادم يطلع مش هيقضي. والكنيسه فقدت حاجتين، فقدت التمييز والتأديب. فينطبق علينا القول في سفر القضاء إذ لم يكن ملك كان كل واحد يفعل كما يحسن في عينيه. آسف لكل المرنمين اللي بيسمعوني، أنا مرنمين صليت معهم عشان يسلموا حياتهم للمسيح، وبأمانة موجود على مستوى الرعاة، موجود ناس خطاة على مستوى الخدام، ناس خطاة على مستوى الخدام المتفرغ، ودي كارثة كبيرة جدا. مش بس إنهم خطاة، إن الكنيسة مش بتميز، إن الكنيسة فقدت التمييز. أنا بصلي أنا وإنت مرة تاني يرجع الروح القدس عظيم. على فكرة ناس كثيرة تقول لك الرب ما يفضحش حد واستر على أخوك والكلام ده فاضي، عاري من الصحة الكتابية. ليه؟ جي حنانيا وصفيرة يكذبوا، ما تستر يا بطرس على أخوك وعلى أختك وكذبة. وكمان متبرعين بمبلغ كبير قوي، يعني لو جاني حنانيا وسفيرة في الزمن اللي أنا فيه أتصور معاه سيلفي، أكتب عليه منشط على الفيسبوك، أنزله على اليوتيوب، الأخ المضحي المتبرع القدير العظيم اللي باع بيته لأجل الرب. بس الروح القدس في تمييزه لبطرس ده اللي حتى الكذاب، وماتوا هما الاثنين. يعني عايز تقول إن في رسالة أفسس كان في ميزاتها إن المؤمنين يتعبوا لأجل الرب. ده ورب يدينا في هذا الأيام كمؤمنين وكخدام نتعب لأجل الرب ونتحمل. تاني حاجة التمييز. هم 7-8 صفات بس أنا هكتفي بالصفتين دول. لكن كمان بيقول كنيسة أفسس بعد كل الصفات 7-8 دول، عندي عليك شيء. دعت بالمحبة. ودي رهيب سيال الرب العظيم. يعني ينفع أنا أجيب لأخويا مايكل سندوتش لحمة فيه حتة شطة فيأكله بطريقة حلوة، لكن ما ينفعش أدوله كله شطة. فالرب قال له 7-8 صفاته في الآخر قال له عندي عليك شيء، مع إن الشيء ده رهيب. بيقول له أنك تركت محبتك الأولى. والأيام دي ناس كتيرة من خدام ومخدومين ومؤمنين سابوا محبة الرب. أنا عايز دي نقف عندها لحظة، لأن محبتك الأولى دي عايزين إيه على مهلين نفرتها سيدنا، لان احنا بجد في احتياج. بس معانا تليفون. الو ايوه اهلا بيك يا بنت الرب. الو ايوه انا اخت ثانيه من المنيا. اهلا بيكي. معلش اصلي اهلا بيكم. معلش اصلي لابني هيمتحن بكره اخر ماده في ثانوي عام وكان تعبان. كتر خيركم يا اللي تعبانين، واحنا بنقدر كل والد ووالدة بيصلوا وتعبانين مع أولادهم في الثانوية العامة. هنصلي من أجله طبعا أن الرب يكمل معه على خير. عندك أي مشاركة أو أي طلبة؟ نفرح بيه عشان هو أبوه في السماء ونفرح بيه. الرب يشجع. يعني المسيح يسمع اللي هو عايز. أمين. هنصلي وإحنا في نهاية الحلقة أخونا ماجي مش هننسى ولادنا في الثانوية عامة. الرب يزور الكل ويكمل معهم على خير ويحقق أحلام بحسب مشيئته.
يا رب يسوع. هو اسمه مايكل يا ابني صلوا. لا ده مايكل نصلي له صلوتين عشان اسمه على اسمي. يا رب خليكم المسيح معاكم ويعوض تعبكم. شكرا شكرا رب معاك. معانا تلفونات كمان. طيب يعني منتظرين تواصلكم. ايه المحبة الاولى بقى دي؟ بس هقول حاجتين يميزوا المحبة الاولى. الاحساس الرفيع للرب. يعني ايه الاحساس المرفه للرب؟ اه يعني داود في بداية خدمته ومسحته قطع جبة شاول قلبه ضربه. ايوه بعد ما كبر وبيجي ملك على كل اسرائيل وليه وقت ملك، الاستاذ داود زنى وقتل وكذب وقلبه ما ضربوش، والموضوع ده فضل حوالي سنتين لغايه ما وصل له نسان النبي. ياه ده اللي يميز ان انا لسه حبي باقي للرب، ولا لما كنت مؤمن جديد كان اللفظ ما يطلعش من بوقي، كانت الكلمه اللي لا تليق ما تطلعش من بوقي، كان ما ينفعش اكذب. لكن دلوقتي يقول لك بالنعمه. النعمه دي رخيصه؟ يعني مره كنت رايح خدمه وبعدين واحد حاطط الشيشه والحجر والمعسل وكركر لغايه لاخر الاجتماع يعني بالشيشه بتاعه، ودخل بقى يرفع ايده ويرفع رجله وترانيم ويرقص. بعد ما خلص الاجتماع قلت له ما الرب يديك نعمه، قال لي تحت الدم. قلت له ايه تحت الدم؟ المعسل ولا الحجر ولا الشيشه يعني؟ قال لي تحت الدم انا رايح السما. الكلمه وجعتني. وبسال كل مشاهدين، هل دم يسوع رخصه للخطيه؟ هل عشان انا بقيت خادم وكبرت بيجي محلل ليا ان اقول اي حاجه واتعامل باي طريقه والف وادور زي الناس؟ ده يقول ان محبتي للرب مش فقدتها، بيقول لملاك كنيس افسس تركتها يعني بارادتك، وده اصعب من فقدتها. فقدتها يعني سهي، في حاجات دخلت فخدت محبه الرب. حاجه ثانيه، لما الرب قال لابراهيم هات ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه محرقه على احد الجبال التي تعرف الكتاب بيقول يا اخ مايك فبكر ما تردتش وما سالش حد. لما تكون محبتي عميقه وقويه ومحبه اولى، الرب يقول اسحب الليل صلي اصحى. عايزين يعني انا اسف حقك عليا بس احنا برضو التليفون ده ممكن يعني نعتبره ممكن التليفون اخير او قبل الاخير ونكمل. معلش الو بنت الرب من القاهره. الو اهلا بيك. أيوة. يا بنت الرب يا عايزه تلبس صلاه. اتفضلي. ابني بعيد عن الرب، عايزه المسيح يملك على حياته وربنا يملك على حياته ويديله طفل. وطلبه تاني بنتي جوزها مزعلها ومش عايز يشيل مسؤوليه عياله، وهي عندنا بثلاث عيال، وربنا يتدخل في كل ظروفها ويديها سلام ويحافظ عليها. تمام هنصلي من اجل الطلبات الحلوه دي، بس في الاول كمان ان لازم نكون احنا للرب. يا بنت الرب انا وبيتي فلنعبد الرب. انا مصلي له بقالي مده، بس عايزاه يعني اشتياقه كلهم يقبل المسيح كلهم برضه ويتدخل في كل ظروفنا. امين. المهم انت بتاعت الرب يا بنت الرب بجد، سلمت حياتك للرب وليكي مكان. أنا بصلي على طول، بس في أوقات بيجي يأس كده وإحباط من مشكلة من ناحية من ظروف من كده، بفكر برضو بحاجات زي يأس كده. يا بنت الرب هسألك سؤال، أنت ضامنة أبديتك ولا مش ضامنة أبديتك؟ عشان ده بيحدد يعني حاجات كتيرة بجد كده. ما هو يوسوس وده عم يجي وفوداني ويقول لي انت يا مش انا مع ربنا، انت مش يعني كده. واما صلي رغم ان انا اما صلي برضه ومتمسكه بوعود ربنا، وربنا ما يجي معايا في حاجات كتير. امين. ربنا يكمل معاكي
وانا نفسي تحبي اخونا الاساس ماجد هيصلي صلوة توبة وتسليم حياة، تحب تصليها معاه وتطلب الرب بكل قلبك وتحت الرب بجد من النهاردة؟ طيب يعني اتمنى ترجع تتواصل معنا كمان بتليفون مرة تانية، الخط قطع، كان نفسنا نصلي معاها. في معانا شنودة من أسيوط، بلدياتك احنا كنا، معلش شنودة أسيوط يا أخونا شنودة. أهلا بيك يا أخونا شنودة، فضل أسيوط يعني بلد الحبايب، وتليفون ده باين عليه غالي، مين أنت؟ أنا ابن أخو رجيس إسماعيل. يا سلام يا سلام، العم ده يعني. الرب يبارككم وتكون نور للمسيح ويستخدمكم لمجد اسمه، والرب يكون نور انت اخ مايكل والاخ نجيب وعم ماجد، يكون نور للسنة في اسم يسوع. حبيت اتكلم بحاجه عن ماجد، اعلان يسوع المسيح. الاعلان ده ليوحنا، الرب احيانا بيكتب لك يعني اعلانه اللي بيكون بغضب قلبه. يعني الرب حتى لما بطرس قال له مين الرب اللي هيكلمك، ما رضيش يجاوبه، لكن لما سال يوحنا جاوبه، فالرب بيعطي اسراره لخائفين. فالرب يبارككم وتكونوا نور للمسكونه، والرب يستخدمكم لمجد اسمه في اسم يسوع. شكرا اخونا شنودة الجميل، يعني تليفونك غالي ومشاركتك غاليه. احنا نفسي يعني نوقف شويه مش عارف التليفونات عشان الوقت ولسه هنرنم، انا مش عارف احنا باين عايزين يعني الرب يرتب وقتنا. كملنا اتفضل كلامك، كنت حضرتك بتقول انه الخطيه انك تركت محبتك الاولى، طب ايه الحل؟ الحل يعني اداله، يعني عايز اقول الجزئيه دي وبعد كده اقول الحل. اولا لما محبتي تبرد او اترك محبتي الاولى، ان الخطيه تبقى بالنسبه لي سهله، والحاجات اللي الرب عايزها في حياتي تبقى غاليه. يعني ابراهيم قدم ابنه، فالحاجات الغاليه بقت رخيصه، وداود كانت الخطيه بالنسبه له كبيره قوي، هو بيحب الرب لكن رخصت قوي، هو بطل يحب الرب. لكن الرب ما بيسيبناش، لما بيقول خطيه مش عايز يفضحني ولا عايز يكشفني، ده عايز يعالجني. اسال اي دكتور ازاي يعالجني من غير ما يقول المرض، لو ما اكتشفش المرض ادوخ واروح اعمل اشاعات واعمل تحاليل واعمل اشاعات رنين واعمل اشاعات مقطعيه لغايه ما تعرف المرض. بس الرب في عظمته لما قال له ليه عليك شيء، كشف المرض، والرب النهارده سهلها لك. ليه بتهرب من الصوت القوي؟ ليه بتهرب لما ربنا يوبخك؟ ليه بتهرب لما ربنا يقول لك الداء فين؟ ليه بتهرب لما الرب يقول لك الحته دي بقت فيك وما تبررهاش؟ لكن كمان في نعمه الرب يا اخ مايكل، الرب مش بيسيبني لما يكشف المرض، لكن بيعالج المرض. بيقول له اول شيء عشان اعالج المرض، اول نقطه اذكر من أين سقطت. يا يعني ده مهم جدا جدا، اعرف انا امتى وجعت وازاي وجعت وفين وجعت، دي مهمه جدا. يعني كنا بنتناقش انا وانت اليشع، الانبياء لقوا المكان ضيق، ايوه، فقالوا له عايزين كل واحد ياخد خشبه ونوسع المكان، تمام. وواحد منهم هو بيقطع من الشجره، الفاس راس الفاس طرت منه على الميه، هو كان مستلف، فصرخ قال يا سيد لانها عاريه. اليشع هي وقعت في الميه، سواء في العمق او من قدام او فخر البحر، هي الميه. بس يقول له اين سقط الحديد؟ انت واحد ممكن يكون وجعت المحبه بتاعته او ترك المحبه يوم ما اتجوز فحب مراته اكتر من الرب، او يوم ما خلف حب عياله اكتر من الرب، او يوم ما اتفرغ الخدمه حب الخدمه اكتر من الرب، او في خطيه دخلت هو استسهلها وبقت قيد في حياته. فالرب يقول له اذكر من اين سقطت. تاني شيء يقول له توب. يعني توب يعني تغيير مسار، يعني قطع الجذر. لو انا عايز النخله ما تطلعش بلح، ما اشيلش الزباطه بتاعتها ولا الفرع بتاعها ولا الاغصان بتاعتها ولا حتى الساق بتاعها. علشان ما تطلعش بلح تاني لازم اشيل الجذر،
من ضمن معاني التوبة شيل الجذر، من يقر بخطاياه ويتركها. يعني عامل علاقة، اقفل الموبايل، اعمل حظر، اعمل ديليت لكل الرسائل وكل الصور، واجع في مواقع شريرة سامحني اقولها على الهواء وانا مش خجلان عنك، ما دخلت نت ولا تضيعش قداستك. الخدمة خدتك من الرب، اقعد شوية والرب قادر يعولك، ما تروحش الخدمة عشان الفلوس، دي بقت مصيبة، انت بقيت اجري. الكتاب قال عن يساكر يعمل باجرة، ليه؟ لانه حمار جسيم، الخادم مش حمار جسيم يعمل باجرة. فالنهاردة ريح نفسك واقعد والرب يعرف يعولك، وانت بتقعد تختلي مع الرب. فالرب النهاردة بيقول له توب. لكن الحل الثالث، اعمل الاعمال الاولى. يعني ثلاث حلول، انت وقعت فين، وقعت ازاي، وقعت امتى. توب يعني غير مسارك واقطع الجدر. ثلاثة يعني كنت بتصلي الفجر، ارجع تاني صلي. كنت بتصوم كتير، ما تقولش يعني حاجة غيظاني جاوي يا اخ مايكل وشركة كبير، يبقى صايم الساعة 11 يقول لك صايم بمشروبات. ايه اللي صايم بمشروبات؟ ولا مرة الكتاب قال في صوم اسمه صوم لازم انقطاع عن الأكل. ده الصيام اللي أنا عارفه في الكتاب المقدس، ده اللي أنا عارفه. فصوم. لو كنت بتصلي كتير صلي. لو كنت تفتح الكتاب بس، ما تفتحوش عشان وعظة، ما تفتحوش عشان تاخد اعلان تشجيعي، افتح الكتاب عشان الكتاب يتكلم، مش انت اللي تتكلم الكتاب. لو كنت بتخدم الرب بكل قلبك وبتضحي لاجله وبتتعب وبتركب مواصلات صعبه، ارجع مره تانية اعمل كده. ليه؟ الرب لما بيعمل الحل، بيدي المرض ويعمل حل، بيدي تحذير صعب جدا. طب انا عندي سؤال، عشان احنا بالظبط يمكن معانا 7-8 دقائق بكتير ولسه عاوزين نكون بنرن في الاخر. تمام. لكن أنا واحد من الناس بتقول لي عن التوبة واذكر من أين سقط. أي. عندي آية بتقول إن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. أي. إزاي يحصل عملية كشف للقلب؟ للقلب، وأدخل في حتة إني أعرف بجد الحتة دي أنا مضروب فيها وقرر أنا أطيح. المشكلة بتبقى أكبر إن أنا مش عارف. مش شايف. ومش شايف، ويمكن أكون مخدوع زي بحسب الآية بتاعت سفر أرمية. اعمل ايه في موقف زي ده؟ ادخل ازاي قسم الاشعه؟ وازاي اتكشف؟ وازاي ساعتها اعرف المرض وادخل على مرحله العلاج؟ الايه اللي انت قلتها فيها المرض وفيها العلاج. بيقول القلب في ارميا 17:9 القلب اخدع من كل شيء. الرب يروح مجاوب، انا الرب فاحص القلوب ومختبر الكل. روح للرب بقول له زي داود بجله في مزمور 139 اختبرني يا الله. ثاني شيء، ما تقارنش نفسك باللي حواليك. ثالث شيء، اسمع لصوت التوبيخ اكتر من التشجيع. تعرف الكتاب بيقول ليوبخني الصديق فزيته للراس. تعرف مسحيه الزيت امتى؟ لما بقبل التوبيخ. ليضربني الصديق فرحمه ليوبخني فزيته للراس. ياه، يعني لما اقبل توبيخ اخويا مايكل في حياتي، المسحه تزيد على حياتي. لما ارفض التوبيخ كمان، ادخل محضر الرب لقدسته. انت اعلنت نجاسه اشعياء. لما اشعياء دخل وشاف السرافيم حاطين 6 أجنحة، 2 يغطوا وشهم و2 يغطوا رجليهم و2 يطيروا، عمالك تصرخوا قدوس قدوس مجده مل كله. جاب دول ما عملوش خطيه مغطين وشهم، امال انا اعمل ايه؟ فقال ويل لي لاني هلكت، لاني انسان نازج الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. ارجوك روح للرب يفحص قلبك. ارجوك ما تسمعش جو للطبطبه، لان الناس بتساعدني على خداع قلبي. لو انا امتحنت نفسي اخ مايكل، يا اما ادي نفسي 0/10 يا اما ادي نفسي 10/10. صح. ليه؟ لو رحت لنفسي وضميري ناجح عليا، ضميري يقول لي انت غلط وفاشل ويائس وتعبان. ولو رحت للناس، الناس هيخدعوني يقول لي انت زي الفل. لكن انا عايز اروح للروح القدس. الروح القدس هيقول لي الغلطه فين والعلاج فين. دي الاشعه الالهيه، دي الاشعه الالهيه. والرب امين جدا لما اروح له واقول له اختبرني، اختبرني. لكن تعرف انا ساعات بيمتعني الخداع، بس اصعب شيء مش خداع الشيطان، خداع الانسان لنفسه. طيب عشان نرنم وقت الحلقه، يعني ازف احنا كان في كلام كتير يعني ما قلناهوش، بس قبل ما نرنم مع اخونا نجيب، انا نفسي تاخد لحظه نصلي
لأجل يعني الرب يشجع كل مؤمن نرجع للمحبة الأولى، وإنه كمان عايزين نصلي لأجل أولادنا كمان اللي في ثانوية عامة، يشجع الأولاد نفسهم والبنات، وكمان يشجع والديهم بنعمة الرب. أمين. معاك يعني بنعمة الرب أقل من دقيقة وبعد كده نرنم ترنيمة أخيرة. عايز أنادي أخويا الخادم، الرب النهاردة عايز يعالج برود أو فقدان أو ترك المحبة، وعايز يقول للخاطئ لو حبيت الرب تكره الخطية، لو حبيت الخطية تكره الرب، الرب لو حبيته من قلبك تكره الخطية، لكن لو حبيت الخطية تكره الرب. أرجوك صلي معانا. يا رب شكرا ليك لأنك أنت إله الحب، أنت اللي أحببتنا فضلا وكنت بتجذبنا بربط المحبة بحبال البشر. يا رب من فضلك خلص كل نفس تسمع. يا رب يا رب يا رب افتقد كل مؤمن وكل خادم ترك المحبة، وأنا أول إخواتي. يا رب يا رب يا رب اسكب محبة جديدة ودينا عند الصليب عشان نشوف إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. افتقد كل مؤمن ضعف، افتقد كل مؤمن فتر، افتقد كل مؤمن اتعثر واتكسر. يا رب اذكر اخواتنا الشباب اللي في ثانوية عامة، يا رب نعمة في الذهن هو بيذاكر، نعمة في اللجنة من كل اضطراب من كل خوف من كل توتر. يا رب يا رب غير سلام. أوقات وأزمنة في الثانوية العامة، كل بيت قلقان يا رب، كل بيت خايف بسبب النتيجة يا رب. طمن شعبك يا رب. المرضى اللي طلبوا شفاء باسم الرب يسوع تخرج قوة لشفاء كل المرضى، كل الناس اللي صلوا لأجل أولادهم أو بناتهم يعرفوا الرب. يا رب ده وعدك، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. أيد كلمتك يا رب واغرس كلمتك في داخل كل قلب في اسم المسيح ولكل المجد يا رب. أمين أمين. عزيز المشاهد يعني شكرا الرب لأجل صوته النهاردة لينا، منتظرينكم بنعمة الرب الأسبوع اللي جاي في برنامج صفحة جديدة كل يوم ثلاث الساعة 5، وكمان برنامج يعود فاحينا أيضا كل يوم 2 الساعة 5. افرح ورنم واشبع بالرب في لحظات أخيرة من وقتنا والرب معاك. كنت زمان بقدم لك حاجات كتيرة بطيبة وحب، عشان ما كانش في غيرك ومالك ربي يسوع في القلب. كنت زمان بقدم لك حاجات كتيرة طيبة وحب، عشان ما كانش في غيرك ومالك ربي يسوع في القلب. غير تصيب الإيمان وروعة الحب دي واخداني، ما كنتش بقدر أنام أصلي آيات قول كل تاني. غير تصيب الإيمان وروعة الحب دي واخداني، ما كنتش بقدر أنام أصلي آيات قول كل تاني. وكنت في التعليم جاهل وإمتى حبك يلزم شرح، عن علم باطل بتنازل، رجع نعيش ببساطة وفرح. وكنت في التعليم جاهل وإمتى حبك
يلزمه شرح عن علم باطل بتنازل رجع نعيش ببساطة وفرح غير تصبى الإيمان وروعة الحب دي واخداني ما كنتش بقدر أنام أصلي آيات والكل تاني غير تصبى الإيمان وروعة الحب دي واخداني ما كنتش بقدر أنام أصلي آيات والكل